بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتابعوا في شرح مادة تصميم خرسانة مسلحة 2. محاضر مهندس صباح جمعة جليطي للفصل الصيفي 2020. محاضرة رقم 4. حكينا في المحاضرة اللي فاتت على البلاطات ثنائية الاتجاه. نزيدو ناخدو نكملو اليوم نفس الدرس، لكن نشرح فيه كيفية الرسم حديد التسليح وناخدو عليه مثال إن شاء الله. توه سلاب. متابعة الشرح زائد الرسم زائد مثال. جو هناي قالك في حالة أعطاك سقف به عدة بلاطات من الجوار. هذا السقف عندي 4 بلاطات. بلاطة الأولى سماها S1 S2 S3 S4 وأعطاك الأبعاد ثلاثة وهذا 5 وهذه 4 3.5 بالمتر طبعا. فنجي هنا لما نبي نصمم كل بلاطة بروح، لكن يفرق الحل في ان مع مراعاة ان البلاطة هي مستمرة مثلا في اتجاه واحد، لازم فيها بلاطة تانية مستمرة في الاتجاه التاني في الاتجاه القصير. فالمطلوب تصميم البلاطات الاتية. نجو للسلاب رقم 1 مثلا، تم حساب قيمة الار لكل بلاطة. لما يطلب منك هناي ان تصمم لي سقف كامل اللي هو مقسم السقف الى 4 بلاطات، نجو يتم حساب قيمة الار لكل بلاطة. الار باش نعرفه هل هي ون واي او تو واي سلاب. نجو للسلاب رقم 1 يعني هو S1. كيف نحسبها؟ قلنا نحسبها عن طريق البي ام بي على اي ام اي. وعرفنا فيما فات ان شنو الام بي والام اي، هذه معاملات تمدد ان هو حال شكل البلاطة هل هي مستمرة او غير مستمرة. فنجو هنا البي اللي هو اتجاه الطويل، عندي هنا 3 وهنا 3.5، وين الطويلة فين؟ اللي هي 3.5، معناها هذه قيمة البي. على الاي قديش قيمتها؟ 3 اتجاه القصير. شين بوينت 7.8 هذي الام بي، ليش؟ لان في اتجاه الطويل، في اتجاه الطويل ممتدة من طرف واحد، ممتدة من طرف واحد، هذا الاتجاه الطويل 3.5 ممتدة من طرف واحد. وكذلك الام اي في الاتجاه القصير حتى هي ممتدة من طرف اخر، فاستعملنا بوينت 7.8. قلنا كانها ماهيش ممتدة بلاطة واحدة، القيم هذين بايش؟ بواحد. وكان ممتدة من الطرفين القيم عندها قيمة تانية، فبتساوي 1.1 اقل من 2 واكبر من 1، معناها تو واي سلاب، معناها البلاطة الاولى هذي تو واي سلاب. جولي ار 2 اللي هي، اركز على المسميات مهمة جدا، الار 2 اللي هي S2. نجو البي على اي، البي قديش بتاعها؟ 5 متر، هو الاتجاه الطويل بتاعها. وين الاتجاه القصير بتاعها؟ اللي هي 3.5 اللي هي قيمة الاي. الام بي في الاتجاه الطويل حتي مستمرة من طرف واحد، واتجاه القصير حتي مستمر من طرف واحد، فطلعنا الناتج، استعملنا بوينت 7.8 بوينت 7.8 المعاملات، طلع الناتج 1.43 اقل من 2 واكبر من 1، معناها تو واي سلاب. نجو للار 3 كذلك، اتجاه الطويل اللي هي 4 واتجاه القصير 3 الاي، وهي حتي ممتدة كل واحدة ممتدة من طرف، هذه ممتدة من طرف واحد وهذه ممتدة من طرف واحد، فالقيمة طلعت 1.33 حتي هي تو واي سلاب. نجو للبلاطة رقم 4، الطويل 5 القصير 4 اللي هو بي 5 والاي 4، المعاملات حتي 0.87 0.88. ليش؟ لانها في اتجاه طويل ممتدة من طرف واحد وفي اتجاه قصير ممتدة من طرف واحد، فالناتج يطلع لي كم؟
واحد وربع، أقل من أكبر من واحد وأقل من اثنين توي سلاب. نجو للودينج، الحالة التصميم قلنا أول حاجة نعرفها اللي هو ون واي أو تو واي. اللودينج يتم حساب في اللودينج تي اس الأكبر بلاطة من حيث الأبعاد، بمعنى هذين أنا ما بجيش كل هو سقف واحد، ما بجيش كل بلاطة لها سمك، معروف ان السقف سمك واحد، فكيف ندير في الحالة هي ناخذ اكبر بعد بلاطة في البلاطتين الاربع، فجينا نشبه ان اربعة في الخمسة هذه اكبر بلاطة هي اللي نتعامل معها ونجيب لها تي اس وتعمم سمك البلاطة على البلاطات كلها، سمك البلاطة للسقف او سمك السقف على اكبر بلاطة. فجينا فرض مبدأ يقولنا تي اس، بما ان احنا اخترنا البلاطة هي قلنا ايه على 40، اتجاه القصير وينه؟ 4، ممتد من طرف واحد معناها ايه على 40، لو مش ممتد ايه على 35 ذكرناها فيما سبق. الايه بالمليمتر اللي هي 4 متر تولي 4000 مليمتر على 40 تساوي 100 مليمتر، هذا السمك المبدئي. قلنا في سمك اخر نحسبوه اللي هو تي مينيموم، عبارة عن قانون A في 0.85 اف واي على 1600 على 15 زائد 20 على بي على A زائد 10 بيتا بي. طبعا كل معلوم ما عدا البيتا بي مش معلومة، كيف نذكرها؟ بيتا بي هي عبارة عن نجو ل الكاميرات المشتركة، البلاطات المشتركة. عندي هذا مشترك 4 زائد 5 على محيط البلاطة اللي هي 4 زائد 5 زائد 4 زائد 5 بتساوي نص، عوضنا عنها وعندي كل معلوم البي اللي هو البي اللي هو 5 والاي اللي هو 4، وعرف كيف تستعمل الحاسبة معامل الأقواس. الاف واي 360 يعطي لك في السؤال، فطلع لي الناتج 119، قربنا ليش لي 120 ملي متر. شو بناخده في الحالة هي بناخده الكبيرة، اخترنا تولى عند الان المبدئي بتاعنا 120 ملي متر. بعدين نحسبه الاحمال، ليش جبنا تي اس؟ باش نحسبه دبليو ماكس. دبليو ماكس قلنا عبارة عن الاون ويت الوزن الذاتي للبلاطة زائد الكفر يعطي لك في السؤال، زائد اللايف لود يعطيه لك في السؤال. هنا الكاميرا الوزن الذاتي للكاميرا عبارة عن تي اس في ريفورسمنت ار كونكريت اللي هو جاما كونكريت كثافة الخرسانة. قديش اخترنا احنا جين بوينت 12 اللي هي 120 ملي متر، هي حولناها للمتر بوينت 12 في جاما كونكريت اللي هي 25 يعطي في السؤال، طلعت 3 كيلو نيوتن على المتر مربع، ودي 2 كيلو نيوتن على المربع، واللايف لود يعطي لنا في السؤال. فنحولها ندير لها عملية التحميل، عارفين ان الديد لود اللي هو عبارة عن الوزن الذاتي والكفر او الفلورنج اللي هو الارضية بتاعت البلاط، نجمعها 3 زائد 2 هي 5، والله يفلوت 5.5، مع نظر 1.4 × 5 + 1.6 × 5.5 يطلع لي 15.8 كيلو نيوتن على المتر مربع، هذا دبليو ماكس. لكن توزيع كيف نوزع الدبليو واحد والدبليو اثنين لاتجاهين مختلفة لكل بلاطة حسب إبعادها، أي حسب الآر المحسوبة لها. قلنا ذكرنا كيف نوزع لما تكون بلاطة في اتجاهين، كيف نوزع نحمل، ندير جدول بما أنها بلاطات متعددة على شكل جدول. مثلا في المسألة توجد استخدام طريقة نستعمل في توزيع الأحمال، قلنا عندنا طريقتين، يا أما جراشوف أما طريقة اللود. هنا نستعمل طريقة جراشوف، ليش؟ لأن اللايف لود عندي أكبر من 5، أكبر من 5 أعطي لك في السؤال، 5.5 معناها استعمل أقل من 5 استعمل طريقة اللود.
نجون نسمي اول الجدول الخانة الاول اللي هو سلاب، اسماءهن اس واحد اس اثنين اس ثلاثة اس اربعة. نجيب الار متاعهن طلعناه 1.1 وكذا و و و، نجيب الالفا اللي هي قلنا ار اس اربعة على واحد زائد ار اس اربعة، طلعنا نتائجهن. البيتا 1 على 1 زائد ار اس اربعة، طلعنا نتائجهن. نجيب دبليو 1 قلنا اللي عبارة عن جاما في دبليو الفا في دبليو، كل واحدة نضرب أي ألفا فيش في الحمل الكلي اللي طلع لنا 15.8 يطلع الناتج. أضرب الألفا في الدبليو، ألفا في الدبليو يطلع لك الناتج 11.85 11.2. الدبليو 2 اللي هي الجاما، لا البيتا، بيتا في الدبليو اللي هي 15.8 يطلع لي 6.4. البيتا في الدبليو، البيتا في الدبليو، البيتا في الدبليو يطلع لي الناتج 4.6 كل وحدة نحمة. كيف نوزعها؟ عارفين ان الدبليو واحد اللي هو في اتجاه ايش القصير، في اتجاه القصير تو بلطها، هي هذه القصيرة متاع دبليو واحد، والدبليو اثنين في اتجاه الطويل، ونمزوله بخط اتجاه الطويل على ايه ويش على الطويل. ونفس الشيء دبليو واحد في القصير والدبليو اثنين ليش للطويل. فميزنا هنا حطينا الأحمال البلاطة لأنها تو واي سلاب، الأحمال يتكئن أو على في الاتجاهين. بعد حسبنا الأحمال نحسب العزوم، نحسب العزوم في كل بلاطة اتجاهين. ما أخذ بعين الاعتبار قلنا أي كاميرا مشتركة ينتج لي عنها مسند فيكسد، مسند فيكسد. تو جي نلاحظوا من هنا سمبلي ومن هنا فيكسد بالنسبة للعزم هذاي. فكل واحد عنده قوانين ذكرناها في المحاضرة السابقة. هنا فيكسد، فيكسد ليش؟ لأنها مشتركة. لما تكون مشتركة أي كاميرا مشتركة الركيز متاعها تكون فيكسد أو ثابت، فيختلف العزوم. ما هيش عاد دبليو ال تربيع على 8، يجي كلنا دبليو التربيع عليه 10، دبليو التربيع عليه 10، دبليو التربيع عليه 10، دبليو التربيع عليه 10، كلها عشرات لأنها فيكسد و سمبلي سبورت، جهة فيكسد وجهة لا. وتحسب العزوم لكل بلاطة باستخدام دبليو واحد دبليو اثنين المحسوبة لها. عند التصميم خود أكبر عزم في كل الأرقام المحسوبة. بعد حسبنا العزوم طبعا رد بالك من W واحد، هنا نستعمل W واحد الحمل، وهنا نستعمل W اثنين، هنا W اثنين لأن في الطويل، وهذه W واحد، هنا W اثنين، هنا W واحد، W اثنين، W واحد. القصير استعمل W واحد والطويل استعمل دبليو اثنين. بعد حسبنا يطلع لي مجموعة عزوم لا بأس بها. شندير نمشي ناخذ أكبر عزم بغض النظر عن الإشارة، نحسب منه التي اس. بعد نحسب التي اس نحسب أيضا الاي اس اللي هو حديد التسليح. ملاحظات على مجموعة بلاطات متجاورة. عندي بعض الأشياء يجب أنك أنت تحطها في الاعتبار لما تكون بلاطات توي سلاب متجاورة. عندي بلاطتين توي زوز متجاورات في لكن مبعادهن ما هيش متماثلات. لو كانها متماثلة ناخد وحدة نحسبها ونعممها على التانية، لكن بعد تكون غير متماثلة رد بالي لما تكون بلاطتين متجاورات تو سلاب يتم حل كل بلاطة على حدة، لكن نجد ان هناك عرض مشترك سالب بينها اللي هو دبليو ال تربيع عليه 10 اللي هو هذا بينها. فهنا الدبليو تختلف يطلع لك رقم، وهنا حتيب يطلع لك رقم. شن ناخذ؟ شن ناخذ؟ ناخذ القيمة الأكبر، ناخذ القيمة الأكبر أو العزم السالب الأكبر يصبح هو، يعني نشطب على الثاني ونخلي نتعامل بما أن هذه
العزم الكبير. ليه ما في التصميم ناخده الكبير؟ كل بلاطتين بينهم عزم سالب مشترك، خذ الأكبر بين كل بلاطتين والأصغر نشيله خالص كأنه مش موجود. بعدين نجي هناي، هذا فيه عزمين سالبات، عزمين سالبات، نجو ناخدو الكبير فين؟ هذين زوز سالبات ناخدو الكبير فين؟ لأن هذا مشترك وهذا مشترك، مشترك ومشترك. الحالة الثانية، في حالة بلاطة one way slab مع بلاطة two way slab، بشرط اتجاه الشرط لل one way slab بعيد عن two way slab. كيف؟ عندي هذه بلاطة عفوا one way slab وهذه two way slab، واتجاه الشرط متاع اهو الشرط متاع ال one way slab بعيد ما يتقاطعش، ماهوش هذا، لو هذا ما صار شيء، لكن بعيد عن التو سلاب شندير البلاط وان سلاب يتم حلها لوحدها مع بارقام عزم كيف في الدرس السابق تحل عادي الوان سلاب اللي هي بالطريقة، هي ارقام العزم محفوظة في الدرس السابق اللي هي بحرين، هذه دبليو للتربيع على 24، دبليو للتربيع على 10، دبليو للتربيع على 8، دبليو للتربيع على 10، دبليو للتربيع على 20. أما البلاط التو واي سلاب عادي تعمل عزم في الاتجاهين، تعمل عزم في الاتجاهين اللي هو اتجاه هذا والاتجاه هذا، اللي هي قيمتها دبليو للتربيع على 10، دبليو للتربيع على 10، لأن هذا مشترك وهذا مشترك، نفس الشيء هذا مشترك وهذا مشترك. فركز جيدا، الحالة هي حالة خاصة لما تكون بلاطة ون وسلاب لاصقة في بلاطة وسلاب، لكن من البعد القصير بعيد، ماهوش هو مش عنصر متصل بتو وسلاب بقى. لكن قلنا لو حالة بلاطة ون وسلاب مع بلاطة تو وسلاب، بلاطة أحادية مع ثنائية، لكن اتجاه الشرط اتجاه القصير للون وسلاب يتقاطع مع، كيف؟ هذا اتجاه الشرط ولا شو صاير له؟ يتقاطع مع ال التو سلاب. اتجاه الشرط اللي هو داخل في البلاطة التو سلاب، داخل في البلاطة التو سلاب، كل بلاطة تحل لوحدها زي درس التو سلاب العادي، يعني كي تعامل معها كأنها هذه دبليو التربيع، لأن هنا مشترك على 10، كلهن على 10، ليش؟ بأرقام العزوم اللي مختلفة طبعا، هي دبليو واحد، هذه دبليو واحد، وهذه هذه دبليو واحد، دبليو اثنين، دبليو اثنين، دبليو واحد، وديما العناصر المشتركة فيكست. الون ون سلاب عزم عزوم الشرط فقط مش في اتجاهين، في الون وين سلاب في اتجاه هذا فقط، لان اتجاه الطويل ما عنداش علاقة، اتجاه الطويل ما عنداش علاقة، وياخذ الدبليو قيمة الدبليو واحد. ان شاء الله واضح. فيقولك لو بلاطة ون وين سلاب ومحصورة بين بلاطتين تو وين سلاب، كيف موضح بالشكل؟ البلاطة هذه ون وين سلاب، واللي يمينها توي واللي صارها توي، شوف البلاط الون وي سلاب تجده مغطى بالعزم السالب من يمينها ويسارها، وحتى لو تم حل الون وي سلاب لوحدها لأن الشرط لها يتقاطع مع التوي نعتبرها مغطاة بالعزم السالب، شوف نعتبرها مغطاة بالعزم السالب، شوف هنا فيكسد وهنا فيكسد، فهذا دبليو للتربيع 12، دبليو للتربيع 12 سالبة، وهذا دبليو للتربيع 12 موجب، في عزم موجب. من الآخر نتعامل معها مثل حالة بحر صغير مغطى بالعزم السالب في درس الاون وي سلاب، لكن العزم الموجب اللي هو دبليو للتربيع 12 مش على 8.
حنحل عليها في الشيت الجاي، تو نحل عليها مسألة ونوضحها. فهذه الون وي سلاب لما تكون محصورة اعرف ان في هنا عزم سالب وهنا في عزم سالب، كل عزم سالب هو اللي يأثر عليها. الحالة رقم 5 بلاطة كابولية مع بلاطة تو وي سلاب. لما تكون عندك بلاطة تو وي سلاب وبلاطة كابولية اللي هي بلكونة وسقيفة كابولي، يتم حل الكابوليا بروحها على هذا اللي هو شنو قيمته دبليو ال تربيع على 2. نحسب العزم دبليو ال تربيع على 2 اللي هو العزم تاع الكابولي، اللي هو الكابولي كله يأثر وين على على ال على على الكاميرا هي المشتركة. ونحسب الحديد شوك تنقولكم عليه كيف ما شرحنا المحاضرات، لكن نوضحوه توضح فرصة زيدا. الكابولي يعتبر بلاطة وحديد اتجاه، فالبلاطتين هذين الكامرتين هذين ما عليهنش اي حمل، والعزم عليه دبليو ال تربيع على 2 في اتجاه القصير، اتجاه القصير. عندي ملحوظة هامة على الكابولي، ممكن يجيك الكابولي على طرفه صور، عارفين الكابولي اللي هو كالسقيفة ممكن يجي عليها صور بارابيد. الصور هذا عنده قيمة، شكل القطاع متاع بلكونة مثل الشرفة فوق أو شو نقوله هنا قرنيزة، الصور متاع السطح من فوق. الصور هذا يدخل في الحسبة. قبل كل شيء شو ندير؟ الصورة عطيه قيمته طبعا في السؤال، 2 كيلو نيوتن على المتر الطولي، حملة 2 كيلو نيوتن على المتر الطولي. أولا نحول الحمل هذا إلى ألتيمت 2 كيلو نيوتن، مضروب في 1.4 باش نحوله لألتيمت، مضروب في 1 متر طولي تحويله من حمل كل متر طولي إلى حمل مركز، دوين نحولوه لحمل مركز، بعد نضربه في المتر الطولي نحوله لحمل مركز، فيجي فقلنا دوين نحول وزن الحيط هذا لإيش؟ لحمل مركز، كما أخذته في تحليل إنشائي واحد أو في تحليل إنشائي واحد، نعرف شكل الحمل عبارة عن W هذا حمل موزع الأول العادي، وهذا حمل المركز بيولي وحمل الصور، وعندي المسافة. فالحمل العزم هنا قبل نقول دبليو تربيع على 2، شو بنزيدو؟ نزيدو اللي هو عبارة عن دبليو تربيع على 2 زايد البي يو فيش في المسافة ال مجموع العزوم اللي هو زدنا حمل الصور. جول الحالة السادسة سقف فيه بلاط حمام، وعارفين ان دائما بلاط الحمام تكون منسوبها اقل من منسوب السطح او البلاطات كلها. ليش؟ لسبب مقنع جدا اللي هو الصرف، مواسير الصرف الصحي، مواسير الصرف الصحي. فدائما بلاط الحمام ديما جاية اسفل السقف كله، فهنا بلاط السقف تكون على منسوب واحد كيلاتي، الجهة الفوقية متاع البلاط تكون على مستوى واحد، إلا بلاط الحمام بتنخفض منسوبها البلاطات حوله بمقدار 10 سنتيمتر لدفن مواسير الصرف الصحي كيلاتي. فشوف شكلها منسوب البلاط السقف عادي جدا للحمام نازل 10 سنتي للأسفل. فديما الميزة يتم تهشيرها في البلان لتمييزها، تنعرف لما تلقاها مهشرة معناها ان هذي راي بلاطة حمام. الفرق ان كل جوانب كاميرات بلاط الحمام تكون سمبل، كل جوانبها تكون سمبل، هي البلاطة المهشرة هي بلاط الحمام. ليش؟ مهما كان بجوارها بلاطات، انت فاهم هي مش بجوار بلاطات السقف ولكنها تحت السقف ب10 سنتي. معناها شنو؟
قبل لو مش حمام، هذا السبورت هذا بيكون فيكسد، وهذا فيكسد هنا مشترك، وهذا فيكسد وهذا فيكسد وهذا فيكسد، كله فيكسد. لكن بما ان الحمام قلنا نازل منسوبه، فكلها شني اصبحت كلها فري سمبل، عفوا اصبحت كلها سمبل سبورت. ولا تنسى ان الكفر او بلاط الحمام نزودها بمقدار 1.5 عن البلاطات الاخرى حتى لو لم يذكرها في السؤال. شندير نزود لها 1.5. نجول الرسم. طريقة الرسم، احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت كيف نصمم بلاطة، لكن ما خدناش الطريق الخطوة الرابعة اللي هي الدروينج، فنجوب نشرحه الدروينج هنا بالتفصيل. عفوا، اول حاجة يتم رسم البلان اللي هو في التوي، ما عادش نقدر ناخده مقطع في التوي سلاب، نرسمه تسليح على هيئة شني بلان اللي هو المسقط الأفقي للسقف، يوضع عليه حديد الاتجاهين بسكيل 1:50، أي البعد بالمتر نضربه في 2 نحوله بالسنتيمتر على لوحة الرسم. كيف؟ مثلا عندي متر في الطبيعة، معناها شنو يولي سكيل 1:50 اللي هي نضربه في 2 يولي 2 سنتيمتر فيش في الورق. نجو نشرحو نقيس من الركائز الخارجية مسافة ال ان على 7، وال ان على 7 ده في حالة منه التكسي. عارفين ان مثلا هذا في اتجاه الطويل قلنا بنديره طلب منك تكسيح، ما قلنا احنا العدد بنديره 1 عادل و1 مكسح. في نفس الشيء الاتجاه الاخر ما تضرب منك تكسيح، 1 عدل و1 مكسح. ليش؟ لغرض العزم السالب البسيط اللي فوق خير من دي اللي بروحه شرحنا فيما سبق بالتفصيل. فهنا دي مسافة التكسيح ان على 7 من الركائز الخارجية اللي هو من وين؟ لانها 7 من نهاية البحر، لان اللي هو عبارة عن المسافة من السنتر للسنتر ناقص العرض بتاع الكاميرا اللي بي من هنا ونص بي من هنا ونص بي من هنا اللي بي اللي انا نزل. فرضا عندي مثل هنا عدل وهنا مكسح، وكيف يخشن المسافة طوال التثبيت اللي داخل من بلاطة الى بلاطة. عندي تفهمنا ان الان على 7 هذا من البحر مسافة التكسيح من بداية الكاميرا الخارجية، وكانها داخلية الان على 5 التكسيح الان على 5 بالنسبة للكاميرا الخارجية. المسافة التثبيت اللي هي الان على 4 اللي تدخل للكاميرا الثانية في العزم، وهذه الان على 4 المسافة اللي هي ال 4 من البحر من بداية الكاميرا لنهايتها. موضح واضح افهم توضيح الرسم زين باش تعرف كيف ترسمه. طبعا يختلف ال 1 هذه المسافة هي، وهذه ال 2 اللي هي المسافة هي اللي تختلف. من الأخير يتم رص نصف العدد عدل ونصف مكسح. نكسح من ال على 7 لو ركيزة خارجية، ال على 5 لو ركيزة وسطية. يمتد التكسيح من البحر الأول للبحر الثاني مسافة ال ان على 4، حيث ال ان الوحيدة اللي تاخد فيها الأكبر الفوقية تاخد فيها الأكبر اللي هي ال ان هذه أو ال ان هي. واضحة إن شاء الله تكون واضحة وإن شاء الله بسيطة. أفهم بس فهم، ما تحفظش حفظ، أفهم فهم. نجو تسليح الكوابيل لو في كابولي، وقلنا باكي قصة الشوك شنو الشوك. طبعا نفس الشيء، هذه تعتبر توا في الحالة هي داخلية التكسيح اللي لنا عليه 5 اللي لنا عليه 7 لأن هذه خارجية. نجو طبعا لا تنسى الـ AS الثانوي، فديم يكون مينيموم عبارة عن دي الخط 5×10 لكل متر طولي، هذا التسليح المينيموم توب اند بوتوم فوق وتحت فرش وغطاء. نفس الشيء هنا التسليح الثانوي.
الشوك بتاع الكابولي طبعا يجي شكله زي توه، يطلع من البحر هو الأول بمسافة عندك يا إما 1.5 LC اللي هي مسافة الكابولي، 1.5 مرة منه، أو 0.3 L اللي هو 0.3 L اللي هي تلت البحر اللي لاصق فيه، 0.3 ناخذ منها المسافة الأكبر هي اللي نمدها للداخل للبحر هو. وهذه طبعا تخش كيف الكانة بالضبط في وسط الحديد وتطلع لين توصل ليش للمسافة بالشكل اللي تو. افهم كويس ان ارسم حديد البلاط التو واي سلاب نص عادي ونص مكسح بمسافة التكسيح العادية اللي انها 5 اللي انها 7، مدة السيخ المكسح ليغطي الكابولي كله لنهايته، المكسح مدة لمن النهاية. فقلنا بالنسبة لتسليح بلاطة وان واي سلاب بين بلاطتين تو واي سلاب، قلنا ركز انه غالبا عزم سالب يجي العزم السالب يغطيه منه ايش التكسيح، والتكسيح كيف ما قلنا هنا بحر صغير اللي انه لأربعة المسافة امتداد للبحر الثاني، طبعا التكسيح جاي من بلاطة الأولى فهذا ال ان عليها 7 وهذا ال ان 5 ان داخلي، والامتداد بيكون ال ان على 4 ويمشي تتعامل ما كأنها سهل. بالنسبة للعزم الموجب الإضافي اللي يقول دبليو تربيع 12 و5 فاي 12 متر الطولي، ففي حديد في الاتجاه الثاني ما هوش مرسوم اللي هو حديد الثانوي ديما مينيموم اللي هو 5 فاي 10 توب ان بوتوم نفس السابق ليش الاتجاه الثاني. هنا الرسم الحديد العدل او المعدل والمكسح للبلاطين تو سلاب عادي جدا، تو سلاب مد السيخ المكسح ليغطي البحر اللي في المنتصف ليصل للبحر الاخر، مديناه من هنا لين يوصل لين هذه بلاطة صغيرة، وان واي سلاب أغلب عزومها اللي هو سالبة، أغلب العزوم بتاعها سالبة، ويقف عند ال إن عليه 4 ونفس الشيء في الاتجاه الثاني المكسح الثاني حتى ال إن عليه 4، بعد ذلك أصبح البحر موجود في المنتصف لا يوجد به إلا حديد علوي مكسح، أي لا يوجد حديد عادل تحت، نضيف له من عندك حديد مينيموم اللي هو 5 فاي 10 حديد عدل. والكل ياخد باله في اتجاه داخل البلاط اون سلاب في المنتصف لا يوجد به حديد، نعمل فيه مثل الكابولي نرسم خط نديرو 5 فاي 10 توب اند بوتوم، 5 فاي 10 كل متر طولي توب اند بوتوم من هذا الحديد الثانوي. عندي بلاطة وان واي سلاب مع تو واي سلاب، اتجاه الشورت للون واي سلاب بعيد عن التو واي سلاب كيف اللي بكر، الشورت موش داخل قلنا في العزوم نحسب هذا بروحه او هذا بروحه لانه مش داخل، فالرسم بتاعته عادي جدا، واحدة عادل واحدة مكسر بالنسبة لل هذا في اتجاه القصير، في اتجاه القصير لان هذه وان واي سلاب، المكسر هذا يمشي بمسافة ال ان عليه 4 نفس الشيء، التكسيح ال ان عليه 5 لانه داخلي وهذا ال ان عليه 7 لانه خارجي، نفس الموضوع هناي لما تكسح في الاتجاهين، لما تكسح في اتجاه هذاي الحديد يمشي من المكسح يمشي إلا إن عليه 4 للبحر الثاني، يمشي إلا إن 4 للبحر الثاني، وده بعد إضافة وين للحديد السالب للبلاطة هي جونا نشرحه في الليلة اللي بعده. رسمنا حديد البلاطين وان واي سلاب معا، هذا المكسح هذا الون واي سلاب في بعض المسافات عندي اللي ذكرناهن، ارسم في البلاط الون واي سلاب اتجاه الطويل، اتجاه طويل اللي هو 5 فاي 10 توب اند بوتوم، بعدين سلحنا البلاط التو واي سلاب نص عدل نص مكسح، ودخل الحديد المكسح في البلاطات
الون واي سلاب اللي بمسافة ال ان على اربعة. لاحظ تجد ان اتجاه الطويل البلاط الون واي سلاب اللي يجبه تكسيح، يعني تقدر تقول ان الكاميرا اللي بين الون واي سلاب وفوقها تكسيح من ناحية واحدة، والعزم السلبي لا يوصل له حديد بنصف العدد فقط لا يكفيه، فشنو نديرو عزم اسمه حديد اضافي نغطي به العزم السالب، يمشي مثل التكسيح تماما وكما نفس عدد وقطع الحديد المكسح كالاتي. تصليح بلاط الحمام، شرحنا من قبل ان بلاط الحمام هي بلاطة منخفضة عن السقف كله، لذلك عند الرسم لا يدخل لها تكسيح ولا يخرج منها تكسيح، الحديد في داخلها فقط بلاطة حديد لوحدها، معناها لا تدخلها تكسيح كيف بكي لمسافة المنارة ولا شيء، كأنها بلاطة مستقلة لا يمتد للبلاطات، حديدها لا يمتد للبلاطات المجاورة لأن جاية أوطى، ما عندك كيف تمشي في الواقع، هذي جاية بسمك منخفض 10 سنتيمتر عن الأهوال، فما يمتدش. فيكفي انك انت تدير نص، واحدة عدل وواحدة مكسحة، واحدة عدل وواحدة مكسحة، واحدة عدل وواحدة مكسحة، وهذه البلاط المجاورة يمتد للنهاية. ملاحظات هامة على الرسم، طبعا هذين تدقق فيهم زين لما ترسم البلان. طبعا سمك البلاطة تديره في دائرة في الجنب على أقصى الشمال في الرسمة، دير دائرة 100 متر 120، نعرف ان سمك البلاطة احيانا يديروه في شكل معين، لكن احنا تفاهموا عليه نديرو شني دائرة، بنعرف ان راي البلاطة هذه سمكها 120، تي اس بتاعها 120 مليمتر. لا ننسى كتابة قيم الحديد العدل والمكسح على السياق نفسه، ديما نكتب الحديد 4 فاي 10، نعرف ان هذا الحديد المكسح 4 فاي 10، وهذا الحديد العدل 4 فاي 10 لكل متر طولي، لكل متر طولي. دي مهمة جدا باش يعرف المهندس اللي بعدك واللي بيشرف ان لكل متر طولي مش للبلاطة كلها. الخطوة رقم 3 وملاحظة رقم 3، لا تنسى عمل خطين في اتجاه الشورت، اتجاه الشورت خطين وخط في اتجاه اللوم، اتجاه الشورت خطين، هذا الشورت في اتجاه خطين، في اتجاه اللونج خط، وذلك في ركن البلاطة مع كتابة الحديد عليها، تكتب عليها الحديد. عند رسم التكسيح أو السيخ المكسح خلي ارتفاع التكسيح صغير مش كبير زي تو، خلي شي كبير ارتفاع ديما 0.5 سنتيمتر على الرسم تقريبا، ديما 0.5 سنتيمتر الارتفاع هواه يكون 0.5 سنتيمتر، ما تكبرهاش. رقم 5، خلي بالك عند رسم الحديد المكسح والعدل ان يكون العدل تحت والمكسح فوق، وذلك من اتجاه النظر. كيف هذي؟ هجيني مثلا هذا اتجاه النظر، هذه عيني نشبه، العدل ديما تحت المكسح، ما نديرش المكسح هو اللوطة والعدل فوق، جينا باتجاه العين بنشبع من هناي، هذا العدل هنا ونكسح هنا، ديما العدل تحت ونكسح فوق. مثلا اتجاه هذا غلط، هذا اتجاه العين، فشوف هذا نكسح لوطة والعدل فوق غلط، ما يجيش ونكسح لوطة غلط. اي قلنا بلاط الاتجاه الطويل لها نضع فيها حديد بدون حساب، ندير خط نكتب فوقه 5 فاي 10 لكل متر طولي، توب اند بوتوم فوق وتحت. يراعى في البلاط تو وسلاب المتجاورة اختيار الحديد لكل منها له نفس العدد، هنا بعد تكون بلاطتين ديما حاول ان يكون نفس العدد، القطري يختلف عادي مش مشكلة. كيف انا مثلا 4 فاي 12 وهنا 4 فاي 10، القطر يختلف عادي، لكن بحاول كيف تدير نفس العدد بحيث يكون في تناسق في التسليح. سمك اي بلاط تي اس سواء كان فرض مبدئي او تي اس من ديزاين لا يقل عن 100 مليمتر، طبعا المينيموم تاع تي اس ما يقلش عن 10 سنتي او اللي هو 100 مليمتر. ملاحظة، لو طلب منك الرسم بدون تكسيح نفس شكل الحديد لكن بدون تكسيح، نفس الشيء، هذا معدل هذا معدل،
فال المسافة هي الامتداد، بيكون الانا يا ربع المسافة هي بتكون قديش بوينت 15 ال او ال ان عليه 7. جو ليش؟ لان ضروري نرسمه. طبعا لما يطلب منك بدون تكسيح وكاميرا زي تو نرسمه مخطط العزم. هنا شوف العزم عندي ضروري يكون في حديد هنا يغطي العزم السالب هذي، ضروري يكون حديد في النص يغطي العزم السالب هذي، والعزم الموجب يغطي هذا وهذا هذا وهذا. وطبعا ديروا في حاجة اسمها الكرسي، الكرسي هذاي يغطي ايش يرقي الحديد. فقلنا الكرسي يرفع الحديد العلوي اسمها هذه الكراسي هذه شكل زيته، بين فترة وفترة تحط الكرسي. طبعا المقاولين اغلبهم يحطوا في زليزة لترفع الواحد فوق بحيث يقدر الخرسانة تقدر تخش من تحت. ناخذ مثال على الكلام اللي قلناه. مثال عندك بلاطتين متجاورات اس واحد اس اثنين. design and give a full detailed drawing for the showing slab. شوف السؤال شو طلب منك. design صمم و give اعطي full detailed drawing تفاصيل جميع تفاصيل الرسم for the showing slab للبلاطة الموضحة، البلاطات الموضحة. طبعا سقف فيه بلاطتين، سقف فيه بلاطتين. اعطيك الاف سي يو 25 نيوتن على مليمتر مربع، اعطيك الاس تي 240 على 350 هي الاف واي رتبة الحديد، اعطيك اللايف لود 3 كيلو نيوتن على المتر مربع، اعطيك الكفرنج 1.5 كيلو نيوتن على المتر مربع. شنو الكفرنج؟ اللي هو سمك الاحمال اللي هي البلاط اللي هي من زليز والسمنت اللي تحته والرمله، هذه اسمها الغطاء بتاع البلاط، يصنف من الاحمال الميته وهذه الاحمال الحيه. اول حاجه نشوفوا ان البلاطه اختلاف البلاطات، نجوا للاس واحد. طبعا الاس واحد البي بتاعها 5 والاي 4، الام بي طبعا 1 لان الاتجاه الطويل ما فيش امتداد، وفي الاتجاه القصير في امتداد ممتدة من طرف 1.87 طلعت انه 1.43 اقل من 2 تو واي سلاب. نجول الثانية البي بتاعها 5 والاي 4.5، معامل بي 1 وهذه 0.87 نفس الشيء ممتدة من طرف اتجاه قصير وغير ممتدة من اتجاه طويل، طلعت 1.27 اقل، طلعنا 2 تو واي سلاب. عندي تو واي سلاب شو قلنا نديرو؟ قلنا نوجد التي اس. عندك بلاطتين احسب التي اس من الكبيرة فين، لان عندك بلاطتين اختار الكبيرة فين. شنو الكبيرة فين؟ اللي هي القصير متاع الاكبر، اكبر قصير اكبر طول الاي اللي هي 4.5 بالمتر، حولناها بالمليمتر 4500 على 40. ليش؟ لان القصير ممتد من طرف واحد، طلعت لنا 112.5 ملي متر. بعدين يجيبوا التي الثانية اللي هي عن طريق القانون كالعادة، ايه في 0.85 زائد اف واي 1600 على 15 زائد 20 على البي على ايه في 10 بيتا بي. طبعا البيتا بي هي الوحيدة المجهولة ما عندناش، نجيبوها عن طريق نمشوا للواحد المجاور القسم 5 على المحيط البلاطة 2 في 4.5 زائد 5. عوضنا على البوينت 26 ضربناه 10 خدينا طلعت ان البلاطة 126.4. ناخذ الاكبر اللي هي 126 نقربها لاقرب صحيح قربها ل 140 مليمتر. الخطوة الثانية قلنا اللودينج التحميل. عندي اللودينج، عندي الاون ويت سلاب والكفر واللايف لود، رقم واحد واثنين لنا نضمن الديد لود والثالث اللايف لود. طبعا الاون ويت عبارة عن تي اس في الجاما كونكريت، طبعا تي اس اخترناه 140 مليمتر اللي هي 0.14 بالمتر ضرب 25
كتبت الخرسانة ماضية في السؤال تطلع 3.5. نجون حولون طبعا الديدلود اللي هي عبارة عن الاون ويت والكفرنج اللي هي 3.5 زائد 1.5 بتاع الكفرنج 5 كيلو نيوت، والله فلوت 3 كيلو نيوت. الدبليو ماكس التحميل عبارة عن 1.4 ديدلود زائد 1.6 لايف لود. ضربنا 1.4 في 5 زائد 1.6 في 3 بتساوي 11.8 كيلو نيوتن على المتر مربع، على المتر مربع. ثم نقوم بتوزيع الحمل في الاتجاهين بطريقة مني. عندي خيارين، يا الكود يا الطريقة الثانية هي طريقة جراشوف. فيعتمد اختيار الطريقة على اللايف لود. عندي اللايف لود هنا أقل من 5، معناه نختار طريقة الكود. كيف نوزع؟ طبعا كل بلاطة توزع على دبليو واحد دبليو اتنين، نديرو جدول. البلاطة رقم واحد اللي هي اس واحد، الار متاعها 1.43 طلعناه، الجاما اللي هي عن طريق الكود اللي هي 0.5 ار ناقص 0.15، والبيتا 0.35 على ار تربيع او تعويض مباشر. حط الارقام تضرب مرة الدبليو واحد عبارة عن الجاما في الدبليو، والدبليو اتنين عبارة عن البيتا فيش في الدبليو، ونفس الشيء للبلاطة رقم اتنين، ونوزعها طبعا مع مراعاة العناصر المشتركة. هناي قديش فيكسد عناصر مشتركة، الركائز متاعها فيكسد. نجول للعزم، احسب المومنت. طبعا القوة هذه في اتجاه الطويل وهذه في اتجاه القصير، في اتجاه عمودية على الطويل وهذه عمودية على القصير. فهذين الدبليو واحد وهذين الدبليو اتنين. نجي نحط نفس الرسم اللي بكري ونوجد طبعا عن طريق القانون. هذه بمعنى سمبلي من جهتين دبليو ال تربيع على 8 دبليو ال تربيع على. فقلنا هناي نجد ان في الاتجاه القصير البلاطتين اللي هو فيكسد، هناك عزمين سالبين مشتركين، نختار منهم شنو؟ الاكبر. نختاره الاكبر، هيك قمنا بحساب العزوم. طبعا كل واحدة بقانونها، بما ان هذه سمبلي سبورتد معناها دبليو ال تربيع على 8، بما ان هذه في فيكسد ورولر القوانين يختلفن، فهي دبليو ال تربيع على 10 وهي دبليو ال تربيع على 10، وكذلك نفس الشيء هذه البلاطة هي نفس الموضوع. لكن مرد بالك ان الدبليو واحد راهو في الاتجاه في عمودي على اتجاه القصير اللي هو هذا بخطين، ولي خط واحد اللي هي قيم الدبليو دبليو اتنين اللي هو في عمودي على اتجاه الطويل. نجو للمرحلة اللي بعدها او الخطوة اللي بعدها اللي هي الديزاين. طبعا ديزاين احنا نتذكره في بداية المسألة جبنا التي اس اللي هو سمك البلاطة المبدئي، لكن هنا تو بعد تحصلنا على العزم بنوجد التي اس ايش الحقيقي ونقارنه. فهنا لما جبت الخطوة السلايد اللي قبله جبت العزوم، تمشي تختار اكبر عزم بغض النظر عن الاشارة، حاجة اسمها الام ماكس اللي هو الماكسيموم مومنت. تلاحظ في العزوم تلقى اكبر عزم 11.7 كيلو نيوتن على كيلو نيوتن في المتر. نوجد قيمة الدي اللي هو سمك العمق الفعال للبلاطة للكاميرا، نجي بيساوي جذر التربيع 1 على رو ماكس في اف سي يو على جاما سي في جذر التربيع للام ماكسيموم على البي. نجي نفصلوها، الدي الواحد هذا في القانون، الرو ماكس يعطيه لك في السؤال او تجيبه من الجداول 0.214، الاف سي يو 25 خرسانه، الجاما سي معامل امان خرسانه 1.5، الام اللي هي ام ماكس 11.7 نضربها في 10 او 6 تحويله ضروري منها الرقم هذا باش تحول للنيوتن مليمتر نيوتن للمليمتر على بي. طبعا البي دي شريحه متريه قيمتها 1 متر، بما ان نتعامل بالمليمتر فتساوي 1000 مليمتر. ورد بالك في استعمال الآلة الحاسبة ضروري تتعامل بالأقواس، هذا الناتج بروحه ضربه في الناتج هذا باش يطلع لك الرقم صحيح 57.27 مليمتر. عارفين ان الدي هو تي اس عبارة عن دي زائد دي داش،
ودي داش ديم الكفر من 25 للـ30، هنا مختارة 25. في السؤال في الامتحان نعطيه لك انا رقم باش ما فيش حد يفرض من راسه باش توحد الاجابات. فجمعها طلع 82.27، قربناها ل 100، لا ننسى مقارنتها بالتي اس المبدئية اللي هي 140. فهنا تي اس اقل من تي اس المبدئية، فنختار السمك المبدئي اللي هو 140 ملم، ونطلع دي جديدة اللي هي عبارة عن تي اس ناقص مفروض هنا 25، لان الكفر 25، فتطلع 115، ودار 110، لكن مش مشكلة. الخطوة الأخيرة اللي قبل الرسم طبعا، اللي كيف نجيب التسليح. نحسب حديد لكل عزم عندك في اتجاه لكل بلاطة. هنا ما عادش تاخذ التسليح العزم ماكسيموم مومنت في التسليح، لنقطة طبعا لازم تعرفها. ليش؟ باش تكون اقتصاديين، تاخذ كل عزم بروحه، ما تاخذش اكبر عزم وتسلي عليه، لان في مناطق فين عزوم صغيرة وفي مناطق فين عزوم كبيرة. من العيب جدا انك انت تسلح نفس التسليح، معناها هو صح لكن انت ماكش مهندس في الحالة، هي انت مقاول عادي ماكش قاري واخذها بالفطرة، فبتحط انت الحديد اكتر من اللازم. طبعا الهندسة لازم تكون كمية مدروسة بدقة، لا تكون ناقصة ولا تكون زايدة حتى نص سيخ. فكيف نحسب التسليح؟ اول حاجة نحسب قيمة الار كالعادة. الار هي تساوي ام ماكس على اف سي يو قام سي في البي في دي تربيع. عندي كلنا ام ماكس طبعا استعملناها بالجود الار. بعدين نحسب الاي على الدي بالقانون بتاعها. عندي متوفر كل شيء. الار هذه جبناها من الخطوة اللي قبلها، وشرط دوي تكون اقل من اكمل من بوينت واحد. هنا طلعت لي اقل من بوينت واحد، فنختار اي على دي اللي هي بوينت واحد. الاي اس طبعا الخطوة الثالثة بيجيبوا التسليح. قلنا الاي اس مع الشي ماكس خلاص كل تسليح بيجيبه بروح، مثل ام 11.7 تسليحه كذا، الام العزم 10.85 تسليحه كذا، العزم 6.4 تسليحه كذا، العزم 7.8 تسليحه كذا. طبعا هتلقى فيه عزوم متقاربة، هذه عزوم متقاربات يمكن تقدر في الحالة هي تاخذ بين العشرة والاحداش، نقدر ناخذ الكبيرة طبعا 11، وبين الست وربع والسبعة بوينت ثمانية ناخذ 7.8 قريبات. في الناتج في الأخير يطلع نفس التسليح، لكن مش ناخذ الاحداش كلها، نمشي عليهم 589 مليمتر مربع على هذين اللي تاخذ فيه 315. فهنا اقتصاديا لا يجوز اطلاقا. فجبنا الاس 50.4 متر مربع. نمشوا للخطوة اللي هي الرسم. طبعا لازم نعمل تشيك الاي اس مينيموم. بعد جبنا الاي اس دي كل لازم نجيب الاي اس مينيموم اللي هي 0.6 على اف واي في البي في الدي. ليش اخترنا هي؟ اللي هي لان الاف واي اعطيلك السؤال 240، فطلع لنا 275. اي تسليح يطلع لك اقل من 270 275 نحط 275 275. نمشي رسم. طبعا هذا الرسم في بما ان تو واي سلاب بلاطه في الاتجاهين، معناها نرسم بلان مش قطاع كيف المره الاولى. قطاع امتى؟ لما تكون ون واي سلاب، لكن تو واي سلاب نرسم بلان. طبعا عارفين ان احنا كل وحده تسليحها، قلنا نسلحه وحده عدل ووحده مكسحه. التكسيح هذا باش يغطي لنا العزوم السالبه اللي فوق، وعندك المسافات كيف ما وضحنا. طبعا دوي تدير سمك البلاطه دايرها في دائره 140. عارفين يا شباب ان الرسم لغه المهندسين، باش المهندس اللي بعدك لما تمد للوحه زي هذه يفهمها. هذين حاجات ثابته ستاندر، إشارة بين مهندس ومهندس. فلما نلقى الدائرة هي 140 طول، نعرف أن راي سمك البلاطة هذه 140 ملم. لما نلقى التكسيح هذا مسافة ال إن على 7، عارف أن ال إن هي البحر الصافي من المسند إلى أو من الكاميرا إلى الكاميرا، وعارف أن اتجاه النظر في اتجاه هذاي
ان التكسير هذا عدل ما يدخلش البحر الثاني، والحديد هذا مكسح يدخل للبحر الثاني بمسافة ال ان على 4. وعرفت ان في الاتجاه اللي مش محسوب اللي هو 5 × 10 لكل متر طولي توب اند بوتوم، اللي هو التسليح الثانوي، التسليح الثانوي. فهنا الرسم مش مجبور انك ترسم بسكيل نظرا لضيق الوقت، فلا ترسم توضيحي كيف هذا بدون مقياس رسم يكفي، لكن يكون واضح جدا. شكرا على الاستماع، نرجو انكم ان شاء الله استوعبتوا الدرس. عارفين المادة فيها شوية صعوبة قوانين الهوجدات، لكن اقروا، ولكلكم تقروا بالآلة الحاسبة افضلكم، متقراش باص عيونك ليا، لان الارقام واجدة ولازم انك تستعمل الحاسب جيدا. وهي استفسار ان شاء الله نحاول كيف ندير المحاضرة في الجامعة غادي ان شاء الله. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله.